الحكومة التي بات الاثنين المقبل تاريخا مرجحا لتقديم استقالتها سبقت ذلك التاريخ بالدخول في حيز حكومة تصريف العاجل من الأعمال، وذلك فيما يخص العمل البرلماني وممارساته. وتجسد هذا الطرح جليا اليوم في إعلان النائب فيصل الكندري تأجيل تقديم استجوابه المعلن إلى وزير النفط عصام المرزوق، موضحا أن هذا التأجيل جاء بعدما تأكد له بأن الحكومة لن تحضر جلسة مجلس الأمة المقبلة، وهو ما يجعل الاستجواب غير مجد. كان يفترض أني أنا أقدم اليوم الاستجواب، ورحت مكتب الرئيس ومعاي الاستجواب حتى أني فعلا اليوم أقدمه، لكن الأخ الرئيس أبلغني بأن الحكومة لن تحضر الجلسة القادمة، وأبلغني أنه من حقي تقديم الاستجواب، لكن في ظل عدم وجود حكومة ولن تحضر الجلسة فأصبح الاستجواب لا قيمة له. كلنا نعلم اليوم أن هناك استقالة للحكومة يوم الاثنين، وهذا السبب اللي خلاني اليوم أني أتريث في تقديم الاستجواب، لأن تقديمه من عدمه أصبح لا قيمة له.